بسم الله الرحمن الرحيم. لما نتبل عن الآيفون 12، ما كان الصراحة الآيفون 12 يعني أعجبني كثر ما أعجبتني تقنية الماجسيف اللي بتستخدم لشحن جهاز الآيفون، وأصدرت أبل شحنها اللاسلكي واللي كان متوافق مع الآيفون 8 واللي أحدث منه، فمتوافق مع كل أجهزة الآيفون والإيربود اللي تدعم الشحن اللاسلكي. وايضا في ناس كثير سالوني قالوا هل ينفع ان احنا نستخدم مع الايفونات القديمه؟ في البدايه هو سعر غالي 40 دولار، وصحيح انه ما راح يدعم لك المغناطيس اللي يضمن انه جهازك موضوع بشكل صحيح على الشاحن اللاسلكي، وايضا ما راح يدعم لك الشحن السريع بقوه 15 واط، ما راح يدعم الا فقط 7.5 واط. لكن في ناس تفضله لانه من ابل، وممكن لانه شكله اصغر واكثر اناقه من الشواحن اللاسلكيه اللي موجوده في السوق. ف قناة اليوتيوب الشهيرة ماكستيك جربوا شاحن أبل الماكسيف مع الآيفون اس اي، مع الآيفون 10، مع الآيفون 11، ومع بعض أجهزة الأندرويد، عشان يتأكدون هل فعلا أنه هذا الشاحن متوافق مع أجهزة الآيفون القديمة، وهل يشحنها 7.5 واط ولا لا. فعملوا أول تجربة وشحنوا جهاز الآيفون 11، فبدأ المفروض أنه يشحن 7.5 واط، ما شحن إلا بقوة 3 واط. طبعا هم قالوا ممكن أنه بسبب أنه الجهاز يعني في تقريبا أكثر من 50% شاحن، فممكن أنه أبل تقلل اللي هو من قوة الشحن على أساس أنها تحافظ على البطارية. لكن جربوا أيضا الآيفون اس اي اللي كان شبه فاضي، فلاحظوا أن قوة الشحن 2 واط، والمفروض أنه توصل 7.5 واط لأنه الجهاز أصلا بطاريته تقريبا أقل من 10%. فراحوا جربوا نفس الآيفون مع شاحن لاسلكي رخيص أو من غير شركة أبل، فلاحظوا أنه يشحن بقوة 8.4 واط، يعني أكثر من 7.5 واط اللي يدعمها الشحن اللاسلكي. ولما جربوا شاحن لاسلكي ثاني شحن بقوة 5.5 واط. فهذا دليل على أنه الماج سيف ما ينفع للأجهزة القديمة، هو ينفع فقط مع الآيفون 12، ولا راح يشحلك جهازك حتى بقوة 7.5 واط اللي تدعيها أبل. وجربوا نفس الشيء مع الآيفون 11، فلاحظوا أن الشواحن اللاسلكية اللي من غير شركة أبل واللي ما تدعم الماكسيف تشحن بقوة تقريبا 7.1 واط، يعني تقريبا قريبة من 7.5 واط اللي المفروض أنه الشواحن اللاسلكية اللي بدون تقنية الماكسيف المفروض أنها توفرها. للأمانة تقنية الشحن اللاسلكي الماكسيف ما هي واضحة من أبل. أبل تقول أنها تدعم 15 واط، لكن حتى الآيفون 12 ما يدعم 15 واط. لو حبيتوا في فيديو ممكن أني أعمله عن كم قوة الشحن اللي يوفره الماكسيف. لكن في النهاية لو ما كان عندك الآيفون 12، نصيحتي لا تشتري الماكسيف، ووفر عليك 40 دولار واشتر شواحن لاسلكية أرخص من شركات ثانية، لأنه لازم أن نبدأ نتعود على الشحن اللاسلكي لأنه هو المستقبل. من المتوقع أنه في الآيفون 13 واحد من الموديلات راح يجي بدون منفذ شحن، وبالتالي الشحن اللاسلكي وخصوصا بتقنية الماكسيف هو المستقبل. فابدأ عود نفسك على الشحن اللاسلكي، لكن لا تشتري الماكسيف لو كان عندك آيفون غير الآيفون 12. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم. لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار ياريت تذكرونه تحت في خانة التعليقات، ولو حابين تعرفوا مقارنة قوة شحن الماكسيف مع الشواحن الأخرى ياريت تكتبوا لي تحت، وراح أعمل الفيديو هذا بإذن الله قريبا. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.